الضائعة عند السايح، السايح إلى زايدي طويلة ومصطفى جليط يدخل 18 متر، حداري 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 حداري، ربما الهدف الأول بالخير، والعارضة العارضة العارضة تنقد الحارس بوصوف في هذه اللقطة الخاطفة، صدام تسديدة والحارس يتألق، الحارس يتألق أمام تسديدة اللاعب صدام، المدافع حاول مباغتة الحارس لوتي لكن هذا الأخير ببراعة. الكرة إلى كريم غازي، كريم غازي إلى قاسم جهتي اليمنى، راح يفتح بالفعل يفتح، وتدخل الدفاع، تدخل الدفاع عن طريق اللاعب مازيز. قاسمي مازال يحتفظ بالكرة، يمرر إلى بن علجية، بن علجية ماشي في وضعية تسلل، بن علجية أمام الحارس وجه اللي ضيع بن علجية، واش ضيع بن علجية في هذه اللقطة، كان وجه لوجه أمام الحارس لوتي في الدقيقة 33، ضيع ما لا يضيع. مرة أخرى مصطفى جليط، مصطفى جليط لا يضيع، مصطفى جليط تسديدته جانبية. طبعا تحت أنظار المدرب الوطني الأولمبي المدرب جون بيير شورمان، وكذلك نبيل نغيز مساعد المدرب الوطني للمنتخب الوطني ألف. جون بيير شورمان الذي طبعا حقق التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. وحيد زايدي، هاي الكرة، هاي كرة الهدف لشبيبة الصورة، خروج بوصوف. وفي هذه اللحظات نهاية الشوط الأول بين النصرية وشبيبة الصورة بالتعادل السلبي 0-0. لا تيبوتين النشيط، تيبوتين يدخل، تيبوتين تيبوتين يفتح، أرضية أرضية، وبوزيدي بطريقة فنية بالعقب، لكن الحارس بوصوف كان بالمرصاد. هيت ايت عبد الملك يراقب الكرة طريقة جيدة، يحاول يسدد، جميلة من هذا الشاب ايت عبد الملك الذي كاد ان يخادع الحارس لوتي. تيولي ناحية بالخير، حذر في هذه اللحظات الأخيرة، ربما الهدف الأول، لا خلاف ينقذ النصرية في آخر لحظات، وعلي يسجل هدف التأهل، يتأهل وعلي ونصرية حسين داي بضربات الترجيح 4-3، 4-3 للنصرية، ضربات ترجيح بعدما انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0. إذن